مصطفى شوبير النهارده، لما باجي اتكلم عن مصطفى بتكلم عن ولد صغير انا شفته وهو بيلعب مع والده من هو طفل صغير، لغايه لما شفته واحد من افضل واهم الحراس في مصر خلال هذه الفتره. لما يبقى عندك محمد الشناوي بقيمته الكبيره، لما يبقى عندك مصطفى شوبير مستقبل كره القدم في مصر وفي النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. مصطفى شوبير النهارده فاز بجائزه رجل مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي كانت طبعا على ملعب برج العرب بالاسكندريه. شوبير النهارده، مصطفى شوبير النهارده قدم اداء مميزا للغايه. بعد ربنا وبعد جمهور النادي الاهلي، مصطفى وبقيه زملائه كان لهم الدور الاهم في ان احنا نخرج، مصطفى تحديدا كان له الدور الاهم في ان احنا نخرج كسبانين بهدفين مقابل هدف، وده الكلام اللي قاله ايضا مستر مارسيل كولر، ان مصطفى كان له الدور الابرز في الزود عن مرمى. كل التوفيق يا مصطفى. مش معنى ان احنا بنقول هذا الكلام انه مصطفى عقله يروح كده ولا كده، لا، مصطفى شخصية قوية، مصطفى شخصية محترمة، مصطفى شخصية متربية، مصطفى شخصية عارف كويس جدا جدا ان اللي هو فيه في ثانية كل حاجة بتتغير، في ثانية كل حاجة بتتغير. عشان كده مصطفى يعني بنديله حقه فيما فعله خلال الفترة اللي فاتت، وان شاء الله اللي جاي هيبقى أصعب درش، وان شاء الله ربنا يكرمك وتستطيع أن تفوز مع النادي الأهلي بالبطولة الإفريقية وبالدوري العام وبكل المباريات خلال الفترة القادمة. والمقامات محفوظة زي ما قال كابتن شوبير، بقى هنا قال المقامات محفوظة في وجود محمد الشناوي. طبعا تظل المقامات دائما محفوظة في وجود واحد من الكبار في عالم كرة القدم وفي حراسة المرمى، محمد الشناوي الحارس الأول لمصر وللنادي الأهلي خلال هذه الفترة. ربنا يكمل له شفاء ويرجع بألف ألف سلامة.